بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل إن شاء الله. تحدثنا في اللقاء السابق حول مفهوم البيرميبيليتي وما الأشياء أو ما الأسباب التي تؤدي إلى وجود حركة للمياه في داخل التربة. ذكرنا أنه الشرط الأساسي وجود فراغات، وهذه الفراغات أن تكون متصلة مع بعضها البعض. والبيرميبيليتي قلنا أنه هو خاصية مهمة جداً لبعض المنشآت مثل السدود. على سبيل المثال هاي عندي إمبريفياس، وهي إمبريفياس، وهنا بريفياس لاير. بنلاقي أنه المية تتجه في حالة اللي هي أو تتحرك في البريفياس لاير من الإنيرجي الأعلى إلى الإنيرجي الأدنى. فارق البنسوب قلنا يسمى دلتا اتش أو اللوسز، واللي هو ناشئ عن عملية احتكاك بين جزيئات التربة. ضربنا اللي هو هاي هنا مثال، لو في عندي عينة وحطينا أو عندي تربة بتصير بين يعني أنبوب مثلا أو بين طبقتين غير منفذات، وهي الاتجاه اللي هو الفلو. قلنا إنه لو جينا وضعنا بيزوميتر عند النقطة A بنلاقي إنه المية ترتفع حسب الضغط الموجود عند النقطة إلى مقدار UA على جاما ووتر. كذلك اللي هو البور بريشر، الووتر بريشر at this point أو البور بريشر at point A، كذلك الأمر at point B نفس القصة، بالإضافة إلى فرق التوبوغرافي اللي هو عبارة عن ZA وZB. بنلاقي إنه المسافة فارق الارتفاع في منسوب المياه اللي هو دلتا H اللي هو اللوسز الناشئ نتيجة سريان المية من النقطة A إلى النقطة B اللي هي رمزنا له بالرمز I، وقلنا إنه I تساوي دلتا H على L. هذا مثال بوضح تأثير البيرميبيليتي على المنشآت. كل ما كانت التربة منفذة في البداية تحميل بيكون على حبيبات التربة زائد المية. المية قلنا incompressible layer، وبالتالي بتتحملش الضغوط اللي عليها وبتبحث عن أسهل مسار للهروب من هذا الضغط الواقع عليها. فبنلاقيها بتبدأ الحركة في اتجاه جزيئات أو في الفراغات بعيداً عن مناطق الضغط المعرضة إلها. هذا يؤدي إلى عملية اللي هي حدوث هبوط settlement في القاعدة، بيزداد مع مرور الزمن إلى أن تصبح المنشأة أو القاعدة كاملاً محملة على جزيئات التربة. طبعاً هنا الزمن اللي هتاخده من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة بيعتمد على سهولة حركة المية بين فراغات التربة، هل هي تتحرك بسهولة أو تتحرك بصعوبة. قلنا في الرمل على سبيل المثال الفراغات متصلة وكبيرة وسهل الحركة، بكون هذا الزمن يكاد يكون يعني زيرو، يعني زمن صغير جدا. لكن في حالة الكلي حيث البيرميبيليتي متدنية بكون هذا الزمن يعني زمن معتبر. إذن البيرميبيليتي عرفناه، وعرفنا كذلك اللي هو اللوس ساند، مفهوم اللوس ساند بالدين ساند، وعملية الإيزي أوف فلو هنا ديفيكالت فلو، هاي بيرميبيليتي لو بيرميبيليتي. هاي هنا I تساوي دلتا H على L زي ما ذكرنا. هاي برنولي إيكويشن، قلنا إنه الارتفاع المية عند أي نقطة هو عبارة عن أو الإنيرجي للفلويد هو بتكون من ثلاث جزيئات، كاينتك إنيرجي اللي هي ناتجة عن الفلوسيتي، سترين انرجي اللي هي ناتجه عن البريشر، بوتنشال انرجي ناتجه عن الاليفيشن. والفيلوسيتي قلنا لانه دائما حسب دارسي لو بعد هيك او اللي بنقول اللي هي الفيلوسيتي الكاينتيك انرجي، لانه الفيلوسيتي متدنيه جدا او هي عباره عن كسر صغير، لما تيجي تربعه بيزداد صغر يعني نصف ونص بيصير ربع. وبالتالي في عندنا الفيلوسيتي هيد او الكاينتيك انرجي بتصير قيمتها تؤول الى صفر، بضل عندي البريشر هيد والإليفيشن هيد. إذن التوتال هيد هنا عبارة عن جزئين، البريشر هيد زائد إليفيشن هيد، وهي اللي هي معادلة برنولي إيكويشن. إيكويشن قال لك اللي هو التوتال هيد عبارة عن ثلاث أجزاء، كاينتيك أو دايناميك إنيرجي أو هيد، إليفيشن ستاتيك هيد، وبريشر هيد. عندي ثلاث شغلات. هذا التيرم قلنا انه قيمته صغيره جدا وبالتالي بنكنسله، وبصير فقط اللي هو التوتال هيد عباره عن البريشر هيد زائد الاليفيشن.
طبعا هذا الكلام صحيح لانه قلنا السيبج اشماله فيري سمول، سيبج فيلوسيتي فيري سمول، ولذلك دائما ايش بنلاقيها لما تيجي نربحها تكون قيمتها صغيره جدا تؤول الى اللي هو صفر. هذه الزونز اللي لها علاقه بعمليه اللي هي سرعه السيبج فلو، قلنا كلما زاد كل ما كان احنا توجهنا من اللامينار فلو الى التيربلنت، لكن في التربه الناعمه نسبيا او في التربه زي الرمل والكلي والامور زي هذه بنلاقي انه هذه السرعه صغيره جدا، وبالتالي احنا دائما نتكلم عن انه دائما في اللامينار فلو زون. دارسي لو كذلك الامر تكلمنا عنه وقلنا هو اوجد اللي هو فرضيات ثلاثه او القانون تبع فرضيات ثلاثه لفلو لامينار fully saturated لفلو in steady او is in steady state، بمعنى in تساوي out، الميه اللي بتخش هي الميه اللي بتطلع، والعلاقه بينه قال لك اللي هو في علاقه بين الديسشارج او بين الفيلوسيتي والجريديانت، العلاقه هذه طرديه، هذه العلاقه بقدر انا اعملها بكونستانت، ابحث عن كونستانت لانه الكونستانت هذا ما يسمى الهيدروليك كوندكتيفيتي ورمزنا له بالرمز كي او الكوفيشنت اوف بيرميبيليتي، نفس المعنى هيدروليك كوندكتيفيتي او كوفيشنت اوف بيرميبيليتي، اذا الفيلوسيتي تساوي كي في اي. هاي هنا بوضح ايش مفهوم كي في اي او بوضح مفهوم اي توتال هيد ات بوينت اي ناقص التوتال هيد ات بوينت بي على المسار اللي مشته اللي هي الميه من اي تو بي. هي كذلك الامر هان لو انا بدي اوجد كميه الميه اللي صار لها عمليه فلو خلال مقطع معين من التربه ولنقل اللي هو مساحته اي، بقول كي كيو تساوي في في اي، هذا قانون الكونتينيوتي، اذا وتساوي كي في اي في اي اللي هي الفي تساوي كي في اي حسب دارسي لو اللي هو هيو، وبالتالي كي تساوي اي هي عباره عن دلتا اتش على ال في اي، اذا هذا القانون اللي هو من خلاله بقدر اعرف كميه الميه اللي ممكن انا من الخزان هذا مثلا نتيجه الفلو في هذا الاتجاه من الخزان هذا اجمعها اذا كان يعني صار في عمليه الهياسيبش او فلو معين. قلنا البيرميبيليتي فاليوز في لها قيم للساند وللسيلت وللكلي وللجرافيل، طبعا لو قلنا 10 اس ناقص 3 هي الحد ما بين الساند وما بين اللي هو السيلت والكلي يعني الكورس والفاين اجريجيت، بنلاقي انه الساند القيمه تبعته بتتراوح من 10 اس ناقص 3 الى 10 والصفر، الجرافيل دائما القيمه اعلى، السيلت من 10 اس ناقص 3 الى 10 اس ناقص 6، والكلي بنلاقي القيمه الكي 10 اس ناقص 6 فما دون اقل. هي كذلك الامر لو انا بدي ابحث اللي هي الفلو ريت بحسب قانون دارسي في تساوي كي في اي، والفلو ريت كي كيو قيمه اللي هي الميه اللي يعني كميه الميه اللي بيصير لها سريان كي في اي في A اللي هي V في A، V في A وعوضنا عن V اللي هي K في I. هاي الهيدروليك كوندكتيفيتي كذلك الأمر قيم يعني تيبيكال فاليوز للكلين جرافيل بتكون من 1 إلى 100، كور ساند من 1 إلى 1 من 100 أو من 1 من 100 إلى 1، فاين ساند من 1 من 1000 إلى 1 من 100، سيلت كلي من 1 من 100,000 إلى 1 من 1000، لكلي دائما أقل من 1 من مليون. كذلك الأمر اللي هو تعرفنا على حاجة أو وصلنا لها، اليوم إن شاء الله حنتحدث نكمل حول اللي هو مفهوم سيبج فيلوسيتي. سيبج فيلوسيتي في عنا اللي احنا تكلمنا عنها قبل شويه، هذه الفيلوسيتي اللي هي ديسشارج فيلوسيتي، بمعنى انه هي عباره عن السرعه معدل السرعه في داخل اللي هو في داخل مقطع معين من التربه، قديش
احنا بنجمحان وبالتالي المية بأي سرعة بتمشي وعندي اريا فبحسب اللي هي قديش معدل السرعة سريان المية في هذا المقطع. في مفهوم آخر اللي هو السيبيج فيلوست. شو اللي خلى هذا المفهوم؟ قال لك انه عينة التربة المقطع لو جيت انا اخذت مقطع في عينة التربة موجود في داخل انبوب مثلا او امبريفيوس لاير، هذه انبوب بلاستيك حطينا فيها عينة التربة ومررنا مية فلو من هان من اليسار الى اليمين، قديش كمية المية اللي بجمعها؟ كمية المية اللي بجمعها بيحكمها العلاقة اللي هي هيها كيو تساوي في في، وفي بتحكمها العلاقة تبعت اللي هي دارسي اللي هي كي في اي. طيب حقيقة هل جزيئات التربة هذه تنقسم إلى قسمين؟ هاي عين مقطع التربة هو عبارة عن فراغات زائد سوليد. المية بتمشي في السوليد؟ يعني لو كان في عندي مقطع أنا سوليد فولي سوليد المية بتمشي فيه؟ بقول لك لا، المية فعليا بتمشي في الفراغات اللي موجودة إيش في هذا السوليد. وبالتالي لو جيت أنا استخدمت العلاقات هذه إنه هذه التوتال أريا، هذه area of voids، هذه area of solids، باجي بصل للعلاقة التالية Q تساوي V في A اللي هي هان وتساوي area of voids اللي هي هان في حاجة بنسميها seepage velocity. إذن هذه discharge velocity وهذه بنسميها seepage velocity أو true velocity، السرعة الحقيقية في داخل الإيش؟ في داخل عينة التربة. إذن لو بدي أجي من هذه مين بيكون أكبر؟ VS seepage velocity ولا discharge velocity؟ كلاهما متساوي لأني أنا جمعت نفس المية كلاهما، لكن لو بدي أجي عشان أقدر أحكم بطلع على الأريا. هل التوتال أريا أكبر من الـ area of voids ولا أصغر؟ بالتأكيد الـ total area هي عبارة عن جزئين الـ area of voids والـ area of solid. هاي وبالتالي طالما إنه الـ area اللي هنا أكبر من الـ area اللي هنا من الـ area of voids عشان تضل العلاقة ثابتة بالتأكيد الـ seepage velocity أو الـ true velocity هتكون أكبر من discharge velocity. نشوف كيف بدنا نطلع أو نوجد علاقة لما بين seepage velocity والdischarge velocity. نكمل Q تساوي V الأريا هذه عبارة عن area of voids زائد area of solid وتساوي area of voids في seepage velocity. إذن seepage velocity قيمتها تساوي discharge velocity في الـ area of voids زائد الـ area of solid على الـ area of voids. نضرب البسط والمقام في L طول العينة من هل لهان عشان أحولها لحجم. إذن area of voids في L عبارة عن الـ volume of voids، area of solid في L عبارة عن الـ volume of solid، area of void في L عبارة عن الـ volume إيش of voids. ممتاز. هذه العلاقة أجي أقسم البسط والمقام على volume of voids، بصير عندي واحد زائد volume of voids على volume of solid على volume of solid على volume of void على volume of solid. إذن بدي أقسم العلاقة هنا على volume of solid. قسمنا هذه العلاقة على volume of solid، volume of voids على volume of solid هيها، volume of solid على volume of solid طلعت واحد، volume of void على volume of solid هي. ال volume of voids على ال volume of solid شو تساوي؟ ال void ratio E. إذن صارت المعادلة discharge seepage velocity تساوي discharge velocity مضروبة في واحد زائد E على E. طب واحد زائد E على E هي إيش؟ هي مقلوب الآن اللي هي البروستي هيا. إذن صارت الفوليوم أو السيبج فلوستي أو الترو فلوستي تساوي ديسشارج فلوستي
على البروستاتي، والبروستاتي عمرها ما بتوصل ايش؟ واحد. بمعنى انه دائما هي عبارة عن ايش؟ قيمة اقل من ايش؟ لانه لو وصلت واحد معنى ذلك انه نو سوليد، فيش سوليد. لو وصلت واحد فيش ايش؟ كله فراغ. فعلشان انها ايش؟ دائما قيمتها اصغر من واحد، بنلاحظ انه السيبج فيلوسيتي او الترو فيلوسيتي قيمتها دائما اشمالها اكبر من الديسشارج فيلوسيتي. طيب الهيدروليك كوندكتيفيتي في ايش على او شو العوامل اللي بتاثر في الهيدروليك كوندكتيفيتي او الكوفيشنت اوف بيرميبيليتي؟ قال لك في ست عوامل بتاثر عليها. اول حاجه الفلويد فيسكوسيتي لزوجة السائل. طبعا كل ما كان السائل اقل زوجة كل ما كان ايش؟ اسهل في عملية ايش؟ المرور. فيش احتكاك بين حبيبات التربة، فيش اعاقة في عملية الحركة. البور سايز ديستريبيوشن، الفراغ كيف موزع. طبعا لما تكون متصلة وسهلة الطريق وعدلة تكون الحركة اشمالها اسلس واسهل، ما تكون في منحنيات ومعرجات وتعرجات بتعيق عملية الحركة. Grain size distribution كذلك الأمر، حبيبات اللي هي solid كيف برضو إيش موزن. Void ratio كل ما كانت أكبر كل ما كان اللي هو تدفق، احتمالية التدفق إيش مالها أعلى. Roughness of mineral particles هذه جزيئات السويل قديش الاحتكاك. درستوا الهيدروليكا وعارفين إنه في الهيدروليكا أو الآن بتدرسوا هيدروليكا أحد العوامل اللي بتحدد عملية قديش مقدار الليسس أو السرعة في داخل البايبس اللي هي الرفنس لجدار البايب. ديجري اوف سول ساتوريشن قديش درجة التشبع اللي هو إيش التورب. الهيدروليك كوندكتيفيتي كي لأنه الفيسكوسيتي هنا تؤثر في عملية قيمة الهيدروليك كوندكتيفيتي أو الكوفيشنت أوف بيرميبيليتي، وتتأثر هي الفيسكوسيتي بدرجة الحرارة. لذلك كان في عندنا قانون بيحكم اللي هي عملية اللي هي ما بين جاما ووتر اللي زوجة كي البيرميبيليتي، وحاجة سميناها الأبسوليوت بيرميبيليتي، أبسوليوت بيرميبيليتي، واللي بنربط لها بالرمز التربيع او سنتيمتر تربيع، يعني وحدة المسافة مربعة. Absolute permeability is a measure of possible flow of standard liquid under fixed condition through a porous medium when there is no reaction between the liquid and the solid. هاي مفهوم، يعني الامور تمام التمام وفيش اي اعاقة بتعيق عملية حركة اللي هي ايش السائل. المعادلة هذه وضحت انه في عندي الهيدروليك كوندكتيفيتي فانكشن اوف اليونت ويت، وايش كمان الفيسكوسيتي، والفيسكوسيتي نفسه فانكشن مع مين؟ مع التمبريتشر. لذلك كان بالامكان ايجاد علاقة توجد قيمة البيرميبيليتي عند تغير درجة الحرارة. انا اجريت درجة الحرارة او اجريت التجربة في المختبر عند درجة حرارة مثلا 20 درجة مئوية، طيب في الواقع درجة الحرارة 30 أو أقل، مثلاً ممكن تكون 10، 30 أو 10، شو تأثرت البيرميبيليتي نتيجة تغير درجة الحرارة. إذن هيدروليك كوندكتيفيتي with temperature، the standard temperature at lab 20 درجة مئوية، فيسكوسيتي للتمبريتشر المطلوبة أو اللي في الواقع قديش، الفيسكوسيتي للمية عند 20 درجة مئوية بيعطيني البيرميبيليتي، هذه العلاقة اللي هي عند السيرتين تيمبريتشر اللي أنا بدي إياها اللي هي الأكتوال تيمبريتشر. العلاقة ما بين القيمة هذه والقيمة هذه فيسكوسيتي at any temperature and it at 20 degrees أو 30 degrees اللي هي تيمبريتشر، هيها موجودة عندنا في التابل. لو كانت درجة الحرارة 15 بنلاحظ انه هذه القيمة حاصل للجسم بيطلع 1.135. لو كانت 20 بالتأكيد حيكون 1 لانه هنا 20 وهنا 20. طيب لو كانت 22 لاحظ انها ايش مالها بتقل، لو كانت 30 لاحظ انها بتقل. لاحظ هذه القيمة
لما تقل لما ترتفع الحرارة هنا 30 وهذه تقل معنى ذلك إنه البيرميبيليتي إيش مالها زادت، لأني أنا لما بدي أوجد هذه حقسم على إيش؟ حقسم على كسر، وهذا منطق. يعني هنا لما أجي بدي أوجد لنفرض إنه هذا عند 30 درجة مئوية القيمة كانت 0.8 خلينا نقول مش 0.797 0.8 تقريبا، فباجي بقسم اللي هو الكي 20 على 0.8 حيعطيني قيمة إيش مالها أكبر، وبالتالي هذا منطقي إنه لأنه كثافة المية ولزوجتها إيش مالها بتقل مع درجة الحرارة، وبالتالي سهولة المرور بين جزيئات التربة بتكون إيش مالها أسهل وأسرع وأحسن. To determine the rate of flow, two parameters are needed. هل جيتا إحنا شفنا المعادلات تبع التوي K في I في A بطلع Q. طيب في المختبر معنى ذلك أو في الحياة العملية عشان أجيب Q لازم لي K و I. A ما نعرف مقطع المي مقطع التربة اللي ماشي من خلاله اللي هو إيش من خلاله المي. K الكوفيشنت اوف بيرميبيليتي والهيدروليك جريدينت. الكوفيشنت اوف بيرميبيليتي كيف بدي اجيبها؟ في ثلاث طرق. اول طريقه بنسميها اللاب تيست. في طريقتين لللاب تيست، كونستانت هيد تيست وفولينج هيد تيست. الطريقه الثانيه او الخطوه الثانيه الفيلد تيست، لو انا بدي اجريها في اللي هو على الواقع، وهنا بعمل عملية بئر وبعمل عملية ضخ من المية وبعمل مونيتورينج ويلز وبشوف سرعة انخفاض المية، وحنشوف اللي هو كيف العلاقة هذه بتتم. والأمر الثالث empirical equation، معادلات أعطونا إياها العلماء أو الباحثين من خلال اللي هو تجربة. طب الآي كيف بدي أجيبها؟ from the head losses، لو في عندنا نقطتين ريزيفوار at A وريزيفوار at B بشوف قديش فارق المنسوب بينهم وقديش الديستانس اللي بينهم، وبالتالي بحدد قديش قيمة اللي هو الآي أو الفلو نت، واللي هذه إن شاء الله هنتكلم عنها يعني فيما بعد. هاي أنا عندي رسمة بتوضح عملية الفلو في سويل أفقية مثلا، طولها L، مساحة مقطعها A، المية at A at point A at start point بتساوي ارتفاعها HA زائد ZA، at the end المية بتساوي HB زائد ZB. واضح انه في عندي دلتا H هو عبارة عن فارق الارتفاع فيما بين النقطتين، والمسار هيو، اذا I تساوي دلتا H على مين؟ على L. هنا الفلو هيو بهذا الشكل من A to B. طيب احيانا ممكن يكون ارتفاع المياه متساوي، في هذه الحالة السيبج يعني لو كان ارتفاع المياه at A بيساوي ارتفاعها at D بيكون no sewage. لو حطينا بيزوميتر عند اي نقطة بنلاقي ايش ماله ارتفاع المياه ايش ماله ثابت، ارتفاع المياه ثابت. طيب لو كان هنا فيش no sewage، هنا لو كان في سيبج بياخذ وضعين، اما ان يكون في هذا الاتجاه اذا كان نقطه A منسوب الميه اعلى، يعني الN منسوب الميه الهيد الها اعلى من الاوت، هاي هنا 17 و23، ارتفاع الاوت 3 و12 و2 17، وبالتالي في عندي فارق لوسز مقداره ايش 3 متر. بلاحظ هنا ارتفاع المية أو حركة المية في هذا الاتجاه بنسميها upward seepage لأعلى، وهنا هلاحظ أنها بتعمل لي مشكلة في عملية الأبليفت، هتعمل لي مشكلة في عملية اللي هي البويلينج، إنه ممكن جزيئات التربة تكون يشملها unstable، لأنه هاي في قوة من أسفل إلى أعلى، وفي قوة عبارة عن وزن جزيئات التربة من أعلى إلى أسفل. لو القوة اللي من أسفل إلى أعلى تغلبت، يعني كانت أكبر من القوة اللي من أعلى إلى أسفل من وزن جزيئات التربة، هنلاقي أن جزيئات التربة أصبحت إشمالها محمولة. في هذه الحالة لو جينا حطينا بوزيميتر at C and B
حلاقي إنه المية ترتفع ارتفاعات مختلفة، الفارق بينهم اللي هو دلتا يو هذا يعتمد على مسار اللي هو أو طول المسار اللي قطعه المية في التربة. لكن بدنا نلاحظ دير بالك إنه لو جيت عملت خط مستقيم from A to D البيزوميتر عند النقطة هذه والنقطة هذه لازم يكون على نفس السلوب، لأنه السلوب إشماله واحد، لأنه طالما إنه المية إشمالها أو التربة خصائصها واحدة، يعني الفويد ريشيو لها واحدة، طبقاتها الكلاسيفيكيشن تبعتها واحدة، البروسيتي إلها إيش واحدة. الأمر الثالث إنه يكون الحركة عكسية، هاي هنا المية أعلى والمية عند الأوت هنا أقل، فبلاقي إنه المية تتجه في هذه الحركة، بصير إنفلتريشن للمية وبتتجه. هنا المية حلاحظ إنه تأثيرها، لاحظ تأثيرها على جزيئات التربة سلبي ولا إيجابي؟ إحنا قلنا هنا سلبي لأنه بتؤدي إلى يعني إحداث خلل في الاستابيليتي تبعت السويل، لكن هنا بنلاقي إيش؟ إحداث إيجابي لأنه بتعمل عملية كومباكشن، تعمل عملية إيش؟ كومباكشن، تضغط على جزيئات التربة وبالتالي بتعمل على رأس جزيئات التربة بجوار بعضها البعض اللي هو أخذناه في الشابتر السابق اللي هو إيش؟ الكومباكشن. طيب كيف أنا في المختبر بدي أوجد قيمة الكوفيشنت أوف بيرميابيليتي أو الهيدرو كوندكتيفيتي في تجربتي؟ تجربة بنسميها كونستانت هيد، ومن خلال التجربة طول التجربة بده يكون ارتفاع المية إشماله ثابت من اسمها، وتجربة اسمها فولينج هيد ومن خلال اسمها برضو بيعني انه ارتفاع المية في بداية التجربة حيختلف عن ارتفاعها وين في نهاية اللي هو التجربة. نيجي نشوف اللي هو التجربة رقم واحد، هيها المية او العينة بتوضع في داخل اطار زجاجي بيسمح لها، طبعا هنا المية بيسمح لها من اعلى انه يكون في فتحة على العينة هان، وهي الكونستانت هيد عبارة عن محجن بنحافظ على انه ارتفاع المية من النقطة هذه الى النقطة هذه ثابت، وبالتالي بالمحبس هذا هيو بنجمع كمية المية لزمن معين، يعني بنعمل نفتح المحبس بعد ما يصير عندنا ساتوريشن ونضمن المستدي فلو والامور هذه كاملة في المختبر، بنفتح الصنبور اللي موجود هان لزمن دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة، بيعتمد على كمية المية إيش اللي جمعناها، كلما كانت كمية المية اللي جمعناها أكبر كل ما كانت دقة النتائج تبعتنا إيش مالها أكثر دقة. هذه الطريقة بتنفع في الكورس جرين سويل، بمعنى أنه البيرميبيليتي تبعتها عشان أجمع أنا كمية مية هنا لازم البيرميبيليتي تكون محترمة، مش نقطة نقطة تنزل لي، لا بدي أفتح تكون في مية، هيا إذا شايفينها بالصورة في كمية مية بتتجمع، هو يجمع كمية يمكن نصف المخبار، فلازم يكون في عندي البيرميبيليتي عالية هنا علشان أقدر اللي هو أجمع كمية مية. إذن most suitable for coarse grain soil that have high K، هاي اللي هو رسم سكيماتيك دايجرام بيوضح كيفية اللي هي هاي المية constant head، بنحافظ على انه constant head، وهي اللي هو المخرج الconstant head اللي هو عبارة عن HL فارق بين المدخل والمخرج، هاي العينة، وجود العينة هان أدى إلى إحداث اللي هو اللوسز، إذا دلتا H على L هذه بنطلع مين I، ومساحة مقطع العينة هيو A معروف، وعندي كمية المية اللي جمعتها في زمن إيش في زمن معين، زمن دقيقتين ثلاثة خمسة عشر أنت في التجربة بتحل. العلاقات الرياضية Q تساوي Q في T، Q هذه اللي هي flow at unit time وهنا الزمن، Q تساوي V في A، ومن خلالها V حسب درس لو K في I في A، درس قال لك V تساوي K في I. طيب نعيد ترتيبها، إذن Q تساوي K I الشية H، ف
فرق المنسوب على ال في A في الزمن اللي جمعنا خلاله المية كمية المية. عيد ترتيب المعادلة هذه بنلاقي إنه K البيرميبيليتي كوفيشنت تساوي ماينس QL على ATH طبعا، والماينس هذه حكيناها في درس اللي هو ليش هي ايش ماينس. تمام، لانه اتش ات بي ناقص توتال هيد ات بي ات المخرج ناقص توتال هيد ات انترانس حيكون بالماينس على ال، فتطلع اللي هي ايش ماينس، لكن في الحسابات ما لهاش ايش اي اهميه. كونستانت هيد بارامتر total volume of water collected is Q تساوي A V في T وتساوي A في K في I في T. هاي تعريف Q والA والT، وبالتالي تطلع عنا K تساوي Q في L على A H في T. Falling head parameter suitable for fine. هل جيت أنا لو عندي العينة فاين، هلاحظ انه هتاخد وقت طويل كثير عبال ما اقدر اجمع كمية معتبرة من المياه. طب انا بدي اضلني استنى؟ قال لك لا، في طريقة تانية تستخدم او محببة في عملية اللي هي الفاين جرين للكلي للسيلت للتربة اللي البيرميبيليتي تبعتها ايش مالها متدني. فكرة التجربة هذه بتقوم على اساس انه في عندي انبوب شعاري موجود في العينة، هاي العينة saturated، إذن قيمة H هايو وهي قيمة L. لما أسمح للمية، طبعا أنا بديش أجمع مية، بسمح للحركة يصير إنه في سيبج، بلاحظ أن النقطة هذه انخفضت T تساوي zero from this point أو this level to this level. T تساوي T1 بعد زمن معين. بنلاحظ لما أنا أسمح للسيبج للفلو أنه يصير للبيرميبيليتي تشتغل المية تتحرك، هلاحظ أن المية انخفضت من ارتفاع إلى ارتفاع خلال زمن معين. أنا بدي أقيس اللي هو فرق الارتفاع والزمن اللي أخذته عشان تنزل هذا الارتفاع. هاي كل القصة، هذا هي هاي العينة، هاي الانبوب الشعاري مساحته A small، هايها هاي ارتفاع اللي هو قبل الهبوط، وهاي الارتفاع بعد الهبوط، وهذا زي يعني differential element ارتفاعه سميناه H. طيب المعادلات الحسابية تبعتها Q تساوي K في I في A، وقلنا K تساوي H على L في A، يعني لو كنت كان عندي هنا اللي هي I H على L في A، وتساوي هذه Q هي عبارة عن طالما أنه المية هبطت من ارتفاع إلى ارتفاع، إذن كمية المية التي تسربت خلال جزيئات التربة هي عبارة عن الحجم تبع هذا الارتفاع، واللي هو بيساوي الA مساحة مقطع الانبوب A small في التغير في الارتفاع خلال الزمن، dH على ايش؟ على dT، التغير في الارتفاع خلال الزمن. اذا انا بدي اقيس مقدار التغير في الارتفاع وبدي اقيس الزمن اللي اخده او اللي استغرقه هذا التغير لكي يحدث. العيد المعادلة، ترتيب المعادلة هذه بنقول دلتا تي أو دي تي تساوي اي ال على اي في كي ماينس دي اتش على اتش، هذا ديفرنشال معادلة تفاضلية. حلها هي تي زمن يساوي اي ال على اي كي لوغاريتم اتش 1 على اتش 2. طيب نظبط المعادلة هذه عشان يصير أسهل في الحسابات. أنا بديش تي، بدي كي، لأنه لو لاحظنا أنا هنا من خلال التجربة A معروفة قطر مساحة الإنبوب الصغير،
ال معروف ارتفاع عينة التربة، A مساحة مقطع التربة، K اللي أنا بدي إياها، T الزمن اللي أنا إيش جمعت المية أو حدث الهبوط من النقطة الأولى للنقطة الثانية، H الزمن أو الارتفاع عند الزمن الأول عند اللي هو time تساوي zero، وH اللي هو time يعني عند نهاية التجربة قديش اللي هو الارتفاع. نعيد اللي هو التجربة هذا أو نعيد العلاقة هذه ترتيب كتابتها، بنلاحظ أنها K تساوي 2.3 أو 3 AL على AT لوغاريتم العشرة H1 على H2. هذه المعادلة اللي بتستخدم في حالة الفاين، وهذه المعادلة اللي بتستخدم في حالة الكورس للبيرميبيليتي. طيب واحد يقول لي هل هذه بننفع نستخدمها في عملية الكورس؟ نقول له لا، لأنه عملية الهبوط للمية بمجرد مش هتلحق تقرأ إشي، يعني هي أصلا في الفاين هتلاحظوا في المختبر انها صعب عملية اللي هي بتغلب عملية اللي هي اخذ القراءة لانه سريعة. فانا عملية لو فما بالك لو كانت كورس، هتلاقي انه المية كلها فضية وانت ملحقتش تقرأ ايش تقرأ شيء. فهذه فقط للفاين جرين وهذيك للكورس جرين. اذا هاي العلاقة 2.3 AL A مساحة الانبوب، L ارتفاع العينة، A مساحة العينة التربة، T الزمن اللي جمعنا من خلاله، H1 لارتفاع قبل بداية التجربة، H2 الارتفاع عند نهاية التجربة. مثال على هذا الكلام، أو يعني الوقت يمكن ما أسعفناش، نحن يعني نكتفي بهذا القدر اليوم. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في اللقاء القادم بنغطي الإكزامبلز وبنغطي ما تبقى إن شاء الله من الشابتر. يعني في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن يعني أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.